هنكمل يا شباب الجزء الثاني من الـ CBL اللي هو هيبقى الأسئلة بتاعة الـ Circulatory. After 2 weeks in the hospital following a fall in which she incurred a fracture of her left femoral trochanter, a 76-year-old woman now has left leg that's swollen, particularly her lower leg below the knee. She experienced pain on movement of this leg and there is tenderness to palpation. Which of the following complication is most likely to occur next after these events? طبعا موضوع قتل بحثا من ايام عبد الوهاب يعني. فاكيد الاجابه بتاعتها pulmonary thromboembolism تمام؟ بس تعالوا بقى ناخد فكره عن الحاجات التانيه علشان نبقى فاهمين كويس قوي احنا ليه اخترنا pulmonary thromboembolism غير طبعا الميكانيزمات الواضحه يعني في الموضوع. اول حاجه الجانجرينس necrosis of the foot. جانجرين دوت حاجة زي ما انتوا عارفين related للأرتري مشكلة في الأرتيريال سبلاي بتاعها يا يعني إما فيها أثروسكلروزس في البلود فيزلز في الأرتري مش في الفين إنما اللي حصل هنا related للفين secondary to إن هي كانت hospitalized و من الفراكشر بتاعها ده ونايمة في السرير لفترة طويلة فبالتالي الجانجرين ما يعملش المنظر ده خالص. hematoma of the thigh. hematoma هي الكدمة اللي هي هتبان ان هي مزرقه وان هي بتوجعها فهو localized bleeding بس ده outside the blood vessel يعني blood vessel حصل له rupture او حصل له trauma في حته وابتدى ان هو ينزل الفلويد اللي موجود جواه بره في الانترستيشيال تيشو فاحنا بنشوفه على السيرفيس بتاع الجلد هيماتوما يعني اللي هي الكدمه. لو احنا رجعنا تاني للكيس فاحنا ممكن نلاقي ان الموضوع يمشي هي كان عندها fracture في left femoral trochanter يعني اتخبطت الست وبعدين عندها الليفت ليج بتاعتها هي السوالن وان هي عندها particularly below the knee she experienced pain on movement وفي tenderness on palpation الاثنين دول يمشوا مع الهيماتوما بس الهيماتوما هتتعمل في مكان التروما لان هي related للتروما يعني ممكن لما هي اتخبطت في الليفت فيمورال تروكانتر هتتعمل لها فوق عند الهيب كده تلاقي المكان ده عليه هيماتوما كبيره قوي انما مش متفسره ان هي اتخبطت عند المكان ده اللي هو الليفت فيمورال تروكانتر وان ان المكان اللي هو بقى فيه زي الهيماتوما كده او فيه الريدنس او فيه السويلنج موجود بيلو ذا ني. بيلو ذا ني ديت بعد فتره من النوم دي تقلق ان هي طبعا فينس ثرومبوس يعني تمام وبالتالي الهيماتوما ما تنفعش خالص. disseminated intravascular coagulation اللي هو الدي اي سي الإجابة اللي هي التالتة ده condition in which the small blood clots develop throughout the blood stream يعني في كل blood stream مش بس في ال veins اللي موجودة في legs كل blood stream دوت موجود فيه كذا thrombus معمولة أو كذا blood clot معمولة thrombus هو المعنى الأوقع يعني blocking the small blood vessels وبالتالي بتعمل اسكيميا في الأورجانز اللي هي supplied بالblood vessels ديت أو بتعمل multiple infarction ده البرزنتيشن بتاعه بس في نفس الوقت لأن الجسم كله بيبقى في الوقت ده بيحصل له الثرومبوزز دي فبالتالي بيحصل زي depletion للclotting factors بيحصل ان البليتلتس بيحصل لها consumption في اماكن اللي اتعمل فيها thrombus وبالتالي الجزء الثاني من الدم اللي هو لسه ماشي في حال سبيله ما عادش فيه بليتلتس ما عادش فيه coagulation factors فيبقى معرض ان يحصل bleeding يعني البيشنت دوت عنده multiple thrombus all over the body وعنده الحتت اللي الدم ماشي فيها bleeding condition صعب قوي وده بيحصل دايما secondary to infection واحد عنده sepsis فالسبسس دوت او الانفكشن دي بتدخل بالاميدياتورز اللي بتطلعها مع الانفلاميشن تعمل له ستيميوليشن للكواجوليشن كاسكيد وتعمل له الثرومبوزز ديت اول اوفر ذا بودي او الكانسر لان الكانسر سيلز عندها القدره ان هي تفرز حاجات وتعمل ستيميوليشن للكواجوليشن فاكتورز وبالتالي تعمل موضوع الدي اي سي ده. لو حد انترستد ان هو يعرف اكتر عن الدي اي سي ادخلوا على اللينك ده الشانل بتاعت اوزموزس على اليوتيوب هتفهموه احسن كتير. وبالتالي دوت ما ينفعش كاجابه معانا لان البيشنت ما كانش عندها underlying illness ما كانش قايل ان في history of cancer ما كانش قايل ان في history of infection دي تروما ونامت في السرير فتره في المستشفى. ماشي soft tissue sarcoma ملهاش اي علاقه خالص بالفينس thrombosis soft tissue sarcoma ده اللي هو malignant tumor او السرطان اللي بيجي في الكونكتيف تيشو فده ملوش اي علاقه ولا الفينس thrombosis تعمل له predisposition ولا اي حاجه. وبالتالي دي مش إجابة خالص والإجابة هي pulmonary thromboembolism تمام؟ طيب
A clinical study is performed with the subjects who have thrombocytopenia. عندهم platelet count قليلة. These patients are observed to have defect in coagulation with a spontaneous bleeding characterized by multiple petechiae and purpura. المانيفستيشنز دي كلها بتقول ان البليتلت كاونت قليله وبالتالي عندهم بليدنج تندنسي. فالبرزنتيشن بتاع ان هم عندهم مالتيبل بتيكي يعني حتت نقط حمراء كده موجوده تحت الجلد دي ريليتد للبليدنج اللي بيحصل سكندري للديكريز بتاع البليتلت كاونت. والستول سامبل كمان لقوا فيها اوكلت بلاد يعني لقوا فيها بلاد مش متشاف بالعين. لما حللوا الستول نازل فيها هي كمان بلاد معناها ان في فعلا بليدنج بيحصل في العيان ده. Which of the following coagulation function is most likely to remain largely intact in these patients؟ ايه الحاجات اللي هتفضل كويسه؟ يبقى هو البيشنت دوت عندهم ثرومبوسايتوبينيا عندهم البليتلت كاونت قليله بالتالي كل الفانكشن اللي بتقوم بيها البليتلت هيبقى فيها ديفكت. يبقى انا بدور على حاجه البليتلت ما بتقومش بيها. هنا ده السؤال اللي بيسال، معلش السؤال لافف شويه ماشي. فالبليتلت يعني انا بدور على الحاجه اللي البليتلتس ملهاش دعوه بيها هنا اللي هو conversion of the fibrinogen into fibrin. انا ما اعرفش انتوا دلوقتي في الفسيولوجي بتاخدوا ايه بالظبط الموديول ده، لو انتوا بتاخدوا الكلوتين كاسكيد والكواجوليشن فاكتورز والحاجات دي هتبقوا اورينتد واشطر مني في الجزء ده. لو مش بتاخدوه هو كده كده جاي قدام. لو اخدتوا الجزء دوت احنا بناخده على استحياء جدا في الباثولوجي، انما مفروض الديتيلز بتاعته هتاخدوها ان شاء الله في الفسيولوجي. فالبليتلت عامه الرول بتاعها ايه لما بيحصل انجري في البلاد فيزل؟ البليتلتس بتبدا تتجمع في المكان دوت وتبدا تعمل اللي هو فورميشن اوف ذا بليتلت بلاك، والبليتلتس بتبدا تفرز كمان كيميكلز اللي هي بتعمل فالفوسباسم عشان تقلل البليدنج اللي بيحصل في المكان دوت، والبليتلتس بتبدا كمان تطلع كيميكلز عشان تنادي على اخواتها البليتلتس عشان يجوا يتجمعوا مع بعض ويعملوا جزء كبير او مساحه كبيره من الكواجوليشن فاكتور. ولان الهيبارين او الهيبرين دوت بيلف في السيركيوليشن وبيمنع الكلوتنج او بيمنع الكواجوليشن، فالبليتلتس بتوقف الفانكشن بتاعته شويه عشان ده مش وقته، احنا عايزين نقفل البلاد فيزل ده. فبتقدر تعمله نيوتراليزيشن. الحاجه اللي البليتلتس ملهاش دعوه بيها هي ان الاندوثيليوم ساعتها هو اللي بيطلع الكلوتنج فاكتورز بيعملها ستيميوليشن، والفايبرينوجين ان هو يتحول لفايبرين ده البليتلتس ملهاش دعوه بيه الاكتيفيشن بتاعه، فهو الوحيد اللي هو البليتلتس ما بتقومش بيه، وبالتالي conversion of fibrinogen to fibrin هو دي الإجابة الصح. أوكي؟ conversion of fibrinogen to fibrin by thrombin is part of the coagulation sequence driven by the coagulation factor and not by platelets. A 54-year-old previously healthy woman is hospitalized for pneumonia on the 10th day on the 10th hospital day. أظن بقى الموضوع hospitalization إنه في السرير كتير بقى الموضوع يعني إيه ثابت في دماغكم ان احنا نقلق ونخاف، ودي اهم حاجه تطلعوا بيها من الباثولوجي عامة، الحاجات اللي هي الالارمينج ساينز، الحاجات دي اللي تخليك دكتور شاطر، دي الحاجات اللي محتاجه تثبت في دماغك. انسى، ممكن تنسى حاجات كتير جدا، طبيعي ان احنا كلنا بننسى، انما لو طالع بحاجات انت بعد كده ممكن تتخصص باثولوجي ممكن ما تتخصصش باثولوجي. لما تتخصص باثولوجي ادخل في بحور الباثولوجي واعرف الميكروسكوبيك بيكتشر واعرف الجروس بيكتشر واعرف كل حاجه واعرف شخص تحت الميكروسكوب وتبقى عظيم جدا. انما لو انت اتخرجت وما انتش دكتور باثولوجي اشتغلت في اي برانش تاني، مهم قوي ان على الاقل الامرجنسي الالارمينج ساين انت تعرفها، انك تبقى عارف البيشنت دوت هوسبيتالايز. حتى لو انت دكتور بطنه ما انتش لك دعوه بالكارديولوجي، بس البيشنت دوت نايم فتره كبيره جدا معايا في العنايه، انا خايف عليه من الديب من ان يحصل له فينا ثرومبوزس، انا خايف عليه من البولمونري امبوليزم بعد كده، دي كلها لازم حاجات تبقى موجوده في دماغك وهو ده اللي تطلع بيها. A 54-year-old previously healthy woman is hospitalized for pneumonia. On the 10th hospital day, she is found to have a swelling and tenderness of her right leg, which has developed over the past 48 hours. Breathing the leg elicited pain, and ultrasound examination revealed findings suggestive of femoral vein thrombosis. يبقى احنا عرفنا ان هي عندها venous thrombosis. Which of the following condition is most likely to have contributed the most to the appearance of these findings? أهم حاجة طبعاً تكونوا عارفينها الإيموبيلايزيشن. إيه التروسو سيندروم ده؟ هتسمعوا عنه بعد كده. هو الهايبر كواجيبيليتي ستيت، احنا لسه كنا متكلمين على الديسيمينيتد انتروفاسكولار كواجيوليشن أو الدي آي سي، والدي آي سي قلنا فيه إن الكانسر سيلز أو الإنفكشن
بيبقى عندهم قدره ان هم يعملوا فينس ثرومبس او يعملوا ثرومبس عامه اول اوفر ذا بادي بالميتابولايتس وبالكيميكالز اللي هم بيطلعوها. فنفس الكلام هو ده بيتطبق، بس بالذات بيحصل في الادينوكارسينوما، لان بيبقى فيها كمان داخل فيها ميوسين، والميوسين او الميوكس ده بيبقى موجود في الخلايا بتاعه نوع معين من السرطان اللي هو بيطلع من الجلاند، بيطلع من اللايننج مثلا بتاع الجي اي تي، من عند البانكرياس، من الحاجات دي. فvery common ان يحصل موضوع اللي هو الفينس ثرومبوزس دوت مع الادينوكارسينوما، عشان كده بيسموها تروسوس سيندروم، ان هو باسم العالم اللي وصفها ان هو هايبر كواجيبيليتي ستيت، زي بالظبط كده الدي اي سي يعني اوف تروسوس سيندروم وذ ان اندرلاين مالجنسي ساتش از ادينوكارسينوما بريديسبوزد تو فينس ثرومبوزس. بس البيشنت ما كانش عندها اي حاجه ريليتد لمالجنسي قبل كده وما قالش الكلام ده، وبالتالي الموضوع مش ماشي. هنا الصوره بس بتوضح لكم كروكي ومش عليكم اي حاجه من الحاجات ديت، بس اللي هم التيومر سيلز بيبقوا السرطان ده حاجه لو تشوفوا هو بيتعمل ازاي جوه السل الاول مبدئيا من الجيناتكس من الضرب بتاعها، تعرفوا ان في انتنشن وراء ان البيشنت دوت لازم يجيله ده، لان هو مش مجرد ميوتيشن نقطه واحده بتحصل مثلا في الدي ان ايه بتاعه فبالتالي هو بيحصل له سرطان، لا ده طبيعي جدا ان ممكن يحصل ايرور، السل بديفايد وممكن يحصل دي ان ايه بروتين يروح مكان بروتين، وده وارد، بس ساعتها على طول بتبقى معديه عليه حاجات كده زي في الاخر عارف لما يوقفوا طابور وتعدي عليه المديره بتاع المدرسه تبص مين اللي لابس ايه ومين اللي، ففي ده كده موجود جوه الجينز بتاعتنا، في حاجه بتعدي تشيك على كل حاجه ان التمام ان الدنيا تمام ولو في اي غلط تصلحه، لكن لما يحصل ديفكت في الحاجه اللي هو المدير ده كمان يبوظ، والدي ان ايه اللي تحته يبوظ، وتشيك تاني يبوظ، كل دول بيبوظوا عشان يحصل في الاخر الكانسر. فهو انتنشن ان ده يحصل كده، وغير كده زي ربنا بيكون بيسبب لها الاسباب ان هي تكبر، بحيث ان المالجنت سيل ديت عندها القدره ان هي تجيب بلاد فيزلز لنفسها، لان هي البروليفريشن بتاعها عالي جدا، ما بتبقاش البلاد فيزلز الطبيعيه اللي موجوده في الاورجن تقدر ان هي تغذيها، ودايما بيبقى عندها هايبوكسيا، مش قادره الدم مش وصل لها كويس، طب تعمل ايه؟ تعمل هي انجيوجينيسيس، تجيب لا زي ما الووند نفسه بيعمل جرانيوليشن تشو، هي تعمل تجيب لنفسها بلاد فيزلز، وجوه البلاد فيزلز دي تقدر تعدي جواها وتسبريد من مكان لمكان، وتعمل جواها كمان الثرومبس دي، حاجه مش تقول فيها أكيد ربنا يشفي كل مريض، بس حقيقي كل لما بتقرأ في الكتاب تحس اللي هو يعني سبحان الله إيه ده؟ إيه الإرادة دي؟ تمام؟ هتاخده طبعا بقى بالتفاصيل إن شاء الله الموديول الجاي في نيوبليزيا. بروتين سي ديفيشنسي، بروتين سي ده موجود في البلود ستريم وإمبورتنت فور كنترولينج بلود كلوتينج إن أكتيفيتينج سيرتن بروتين ذات بروموتينج blood clotting. So a deficiency بتاعته associated with venous thrombosis. لو هو البروتين سي ده يعمل venous thrombosis. بس الانست بتاعته وده اللي حصل في الكيس دي، بس الانست بتاعته دايما بتبقى early in life. يعني ده حد مولود بيه. البريجنسي طبعا يعمل obstruction للvenous return. ده حاجة عمالة بتكبر في بطن الست، بتضغط لها على الفيمورال فيزلز، بتضغط لها على الإيلياك فيزلز، بتضغط لها على كل حاجة. وارد جدا ان واحدة pregnant يحصل فيها thrombosis. بس العيانة دي كان سنها كبير، كان عندها 54 سنة. ده طبعا مش ايج خالص بتاع child bearing period علشان افكر في pregnancy يعني. chronic alcohol use, the liver disease of chronic alcoholism. لو هي بتشرب الكحول كتير، اللي هما بيشربوا الكحول كتير معرضين يعني عندهم bleeding tendency، مش عندهم thrombus formation، نتيجة للاكشن بتاع الكحول على الليفر، ماشي، والليفر ده هو المكان المصنع بتاع كل clotting factors. فلو هو الليفر تعبان يبقى clotting factors مش بخير، يبقى هيحصل hemorrhage مش thrombus. ودرينكينج الكحول نفسه بيعمل suppression للبون مارو، والبون مارو ده المصنع اللي بيطلع البليتلتس، وبالتالي هي كمان بتقل، فبيبقى فيه عنده bleeding tendency بشكل كبير. systemic hypertension ده increase the risk بتاع الاثيروسكلروزيس. الاثيروسكلروزيس ده related دايما لارتري مش لفين. A 22-year-old woman had had multiple episodes of sudden dyspnea, sometimes following in a day or two by chest pain over the past 6 years.
following these episodes, ده سنها صغير, okay? Following these episodes, pulmonary ventilation perfusion scan have shown perfusion defect. يعني عندها مشكلة في السبلاي بتاع الدم للنج, okay? هي سنها صغير, ما عندهاش لا نامت في السرير ولا بتاع, وعندها مشكلة في البرفيوجن بتاع اللنج, مشكلة في دخول الدم للنج, okay? وبعدين she now has developed lower extremity pain over the past day. يبقى هي الموضوع عندها بدأ باللنج وبعدين بقى في عندها حاجة في lower limb بتاعها. On physical examination there is absence of the posterior tibial bulge on the right. يبقى الموضوع related, مدام موضوع bulge يبقى related لartery not vein. Thrombectomy is performed, معنى كده ان في thrombus كانت موجودة في الartery بتاع رجليها. A deficiency of which of the following blood protein is most likely to be caused for her finding. يبقى معنى كده ان في blood protein معين النص بتاعه او قللانه بيخلي البيشنت ديت عندها قابليه ان هي تعمل ثرومبس كتير, بدليل ان كان شكلها كده كان عندها ثرومبس موجوده في اللنج بتاعها وبالتالي البرفيوجن بتاع اللنج كان قليل, وعندها ثرومبس في رجليها وده اللي خلى يبقى في مشكله في البلس بتاعها في التيبيال بلس بتاعها. فالديفيشنسي اوف ويتش اوف دي هو اللي بيخلي عندها القابليه ان يحصل عندها ثرومبس فورميشن كتير. الحل هو الانتي ثرومبين. والفكره برضو في الكيسز اللي زي دي ان انتوا تبقوا فاهمين الفانكشن بتاعت كل حاجه هنا وان انتوا تربطوها بالكلام. فثرومبوتيك ديس اوردر معناها ان في مشكله عندها في الفايبرينوليتيك سيستم, في السيستم اللي هو المفروض يعمل ايه, اللي هو بيدوب الثرومبس. ما دام السيستم اللي بيدوب الثرومبس ده في مشكله, في مال فانكشن, يبقى ثرومبس هتتكون. يعني هو احنا في الاخر احنا عايشين جوانا كده الهيموستاسيس بتاع جسمنا بالانس ما بين الفايبرينوليتيك سيستم وما بين السيستم اللي هو بيعمل الكواجيليشن. طول ما الاثنين دول بخير, كل ما في بالانس تمام, كل ما الفايبرينوليتيك سيستم بقت اعلى معنى كده ان انا عندي بليدنج تندنسي, او ان الكواجيليشن فاكتورز قلت يبقى انا عندي بليدنج تندنسي. كل ما الكواجيليشن فاكتور عالي تبقى في ديفكت او مال فانكشن في الفايبرينوليتيك سيستم, يبقى معنى كده ان انا عندي تندنسي ان يحصل مالتيبل ثرومبوي. فاللي هو واحد من الفايبرينوليتيك سيستم ده هو الانتي ثرومبين, الثاني هو بروتين سي, الثالث هو بروتين اس. فالبيشنت عندها بروبلم قبل كده كان عندها بولمونري ثرومبوي امبلاي ان ذا باست اند ناو شي هاز ارتيريال ثرومبوزس. الفا 2 ماكروجلوبولين ده اللي هو واحد تاني كان مكتوب في الكيس ده, الفانكشن بتاعته ريليتد للاميونيتي, سيرف از هيومورال ديفنس بارير اجينست ذا باثوجين ان ذا بلازما اند ذا تيشو, ملوش دعوه بالحوار كله. الفايبرينوجين بارت من الكواجوليشن كاسكيد, وجوده معناه ثرومبس, فالديفيشنسي بتاعته معناه بليدنج مش ثرومبوزس. طيب والانتي بلازمين, انتي بلازمين انهبت البلازمين اللي هو واحد من الفايبرينوليتيك ايجنتس, وبالتالي الديفيشنسي بتاعته هيعمل ديكريز في الانكتيفيشن اوف ذا بلازمين اند انكريز ان ذا فايبرينوليسيس, فدوت ما يعملش ثرومبس. معلش الموضوع ايه دوخ شويه بس لو ثبتوها في دماغكم يعني بالفانكشن بتاعت كل حاجه هتفهموه. فاكتور 5 is a part of the coagulation sequence and deficiency بتاعته هيعمل bleeding مش هيعمل thrombosis. A 63-year-old man has had insulin-dependent diabetes for over 2 decades. عنده diabetic. ومدام هو diabetic يبقى فكر دايما ان في مشكلة على blood vessels, عنده risk of atherosclerosis, كل الحاجات دي موجودة. He suffered from atherosclerosis, تمام؟ And he has noted episodes of abdominal pain following meals. Okay, and these episodes have worsened over the past year. On physical examination, there are no masses and no organomegaly of the abdomen, and he has no tenderness on palpation. Which of the following pathological finding is most likely to be present in this man? الموضوع له علاقة بالblood vessels. The patient دوت عنده atherosclerosis, وفي حاجة بتوجع بطنه بعد لما بيأكل. هي اللي موجودة عند الراجل ده, عنده mesenteric artery occlusion. ايه المشكله بالظبط, تعالوا بس نشوف واحده واحده كده. لو هو كان قايل اول اجابه هو الاثروسكليروتيك ربشرد اورتيك انيوريزم, هل الاورتيك انيوريزم ديت ممكن تحصل سيكندري الاثروسكليروزس؟ اه طبعا الانيوريزم ديت فيري كومن مع الناس اللي هم اثروسكليروتيك دايابيتس, اثروسكليروزس فيري كومن ان هو يحصل لهم ابدومينال, كمان ابدومينال في الابدومينال اورتا وهو نازل الاورتا قبل بالظبط ما يدي الكومن ايليك رايت وليفت. بيحصل ايه الحته ديت؟ لانها بتبقى السبورت بتاعها من بره بالنسبه للاورتا
ضعيف، مع ان البلاد فيزل في اثيروسكلروزس، في ديبوزيشن للفات، في مكان يعني زي المول بتاع البلاد فيزل ده اللي هو كله ثيك ماسل، مفروض عشان تكمبنسيت مع البلاد بريشر العالي، ضربة القلب السيستول ديت لازم كومبنسيشن ليها كويس جدا بماسل ثيك قوي، ده الماسل بتاع الاورطه، فبيحل محلها في الاثيروسكلروزس فات لو نتيجه لان هو البلاد بتاعه مليان دهون، فالدهون دي بتبدا يحصل لها ديبوزيشن في الوول، فبتخلي الوول ضعيف جدا. فاي البلاد بريشر ده ممكن ان هو يعمل ايه، يعمل كومبريشن على الوول الضعيفه دي ويخليها زي ما انتم شايفين تو اكسباند بالمنظر ده. الاكسبانشن ده هو الانيوريزم، تمام. طب الاثيروسكلروزيس كومن في الدايابيتس، وهو بيقول اثيروسكلروتيك انيوريزم. مبدئيا الاثيروسكلروتيك انيوريزم هيبقى البرزنتيشن بتاعها ماس، وهو قال ان الراجل ده ما عندوش ماس، وبال ستايل ماس لانها ان كونكشن مع الهارت، ان كونكشن مع البلس اللي موجود في الارتري، وبالتالي ده لو حطيت ايدك على بطنه هتلاقيها بتبلس، الماس دي فيها بلسيشن، ودي طبعا ميديكال ايمرجنسي لان لو سبته ممكن يرابشر، فلازم تدخل وتعالجها له. تاني حاجه الهيباتيك انفاركشن، مبدئيا الليفر ليس كومن فيه ان هو يحصل موضوع برضو الانفاركشن لان هو ليه دبل بلاد سبلاي، بس يعني هو مختلف حبتين ثلاثه عن اللنج. الليفر دخله هيباتيك ارتري ودخله بورتال فين، بورتال فين ده جاي له من الجي اي تي، والبورتال فين دوت شايل، ده شايل ديوكسجينيت بلاد وشايل الويست من عند الجي اي تي، كل الاكل اللي انت اكلته بيروح للليفر المصنع بتاعه عشان ياخد منه الاستفاده، وبعد كده في الاخر بيطلع بفين واحد هو الهيباتيك فين، بعكس اللنج. اللنج كانت توتالي يعني من اول الفين لحد الارتري برونكيال، برونكيال ارتري لحد ما يوصل البرونكيال فين، بولموناري ارتري لحد ما بيوصل البولموناري فين. انما هنا لا، ده هو بورتال فين ملوش فيش حاجه اسمها بورتال ارتري، بيدخلوا هما الاثنين وبيبقى جوه الليفر ده حاجه اسمها بورتو سيستميك انستمودس، اللي هو انستمودس ما بين البورتال سيركيوليشن وما بين السيستميك سيركيوليشن، عشان يطلع في الاخر بالهيباتيك فين. فهيباتيك انفاركشن عامه ستيل مش كومن قوي ان هو يحصل في الحاله دي يعني، او عامه. اوكي طيب، مسنتريك فاسكولار اوكلوجن، وده اللي حصل هو نتيجه للاثيروسكلروزس، يعني الاوكلوجن لما حصل، الاثيروسكلروزس لما حصل عمل مشكله في الميزنتري، الميزنتري اللي هم البلاد فيزلز اللي هم بيسبلاي الانتستين، ف diminished blood flow to the bowel as a consequence of severe atherosclerosis. فالبيرسون اللي هو عنده diabetes ده common جدا ان هو يبقى عنده atherosclerosis because all the branches of the major arteries of the bowel are affected by atherosclerosis. طبعا هو بيبدا كده البرزنتيشن بتاعه ان هو عنده وجع في بطنه بعد الاكل. اشمعنى يعني؟ اشمعنى بعد الاكل؟ لان بعد الاكل الانتستين هتبدا تشتغل، والفانكشن بتاع لما تبدا تشتغل يبقى هي محتاجه دم زياده. هو الاثيروسكلروزس هنا هو قالها اوكلوجن، انا معترضه شويه على الكلمه اللي هو قالها، بس عشان هو جايبها في الويب سايت بالمنظر ده. هو اللي حصل ميزنتريك فاسكولار ناروينج نتيجه للاثيروسكلروزس اللي موجود، فطول ما البيشنت قاعد مريح ما بياكلش، فبالتالي خلاص كميه الدم اللي داخله هي مكفيه الانتستين. اول ما الانتستين تبقى في اكتيفيتي كانك بتجري بالظبط كده، فبالتالي عايزه دم زياده، لو في اثيروسكلروزس وعامل له ناروينج للبلاد فيزلز، فبالتالي هيبدا يبقى في وجع، زي كأنك بالظبط الماسل بتاعتك انت جريت عليها فترة كبيرة هتوجعك، لان انت محتاج دم كتير فيها، والدم اللي داخل لها بقى يعني بعد شوية بيبدأ ما يكفيهاش للفانكشن بتاعتها دي، للإكسوشن بتاعها ده، فكأن هي تعبت، الانتستين تعبانة وهي شغالة بعد الأكل. لكن لو هي اتقفلت خالص طبعا هتدخله في ويت جانجرين، ودي ميديكال إمرجنس يعني هيبقى سيفير بين. طيب اكيوت بانكرياتايتس، بانكرياتايتس دوت ديزيز ملوش علاقه بالاثيروسكلروزس خالص، وبما ان يعني ده هو البيشنت دايابيتك، فهل في علاقه بين الدايابيتس وبين البانكرياتايتس، كون ان الدايابيتس دوت نتيجه للانسولين ديفيشنسي اللي هو بيطلع من البنكرياس، بس البنكرياس دوت له حاجتين، له اندوكراين فانكشن وليه اكزوكراين فانكشن. الاكزوكراين فانكشن دي بتقوم بيها الاسيناي اللي هي بتفرد الانزيمز اللي بتمشي في الضغط وبتروح للجي اي تي، والاندوكراين فانكشن دي بتتفرز من عند الايليتس اللي هي بتطلع واحد من الهرمونز اللي بيطلعه طبعا البنكرياس هو الانسولين اللي هو بيمشي فيه البلاد فيزلز، ملوش دعوه بالضغط ده. فبالتالي ده حاجه غير ديت خالص، وده ما بيدخلش في ده، والاكيوت بانكرياتايتس ما تعملش دايابيتس خالص، دايابيتس حاجه جيناتيك مال فانكشن يعني. طيب رينال فيلير واكل الاثنين انفايرومنتال وجينات،
دايابيتك بالنسبه للرينال فيلير، رينال فيلير طبعا كومن كومبليكيشن بالنسبه للدايابيتس نتيجه للاثيروسكلروزس اللي بيحصل في البلود فيزلز بتاعه الكدني، بس ما تديش بين، محدش بيبقى عنده مشكله في الكدني ويدي بين. البين الكدني المانيفستيشنز بتاعها ده ممكن تبقى اديما، ممكن تبقى عنده بروتين نازل في اليورين بتاعته، في الاخر يحصل رينال فيلير، انما ده كله البرزنتيشن بتاعته ما هواش بين. 66 سنه من with neurological disease develop pleuritic chest pain. A chest CT scan show a focal wedge shaped pleural based area of hemorrhage in the right lower lung. Which of the following is most likely to cause this lesion? طبعا اكيد انتوا عارفين هو الامبوليزم. بس neurological disease معناه ان هو واحد ممكن عنده defect في حركه او كده، فبالتالي قاعد فترات كبيره، نايم فترات كبيره، فده predispose ان يحصل له venous thrombosis، والvenous thrombosis هتديفلوب بعدها ل infarction. اوكي؟ وهيموراجيك انفاركشن عشان الدبل بلاد سبلاي اوف ذا لانج. طيب بولموناري اثيروسكلروزس، هل اللانج ممكن يحصل فيها هي نفسها اثيروسكلروزس؟ الاثيروسكلروزس لو حصل في اللانج يعمل بولموناري هايبرتنشن، لانه ايه؟ الاثيروسكلروزس ده عباره عن ديبوزيشن اوف فات جوه اللانج، جوه يعني الجدار بتاع اللانج برضو بتاع البولموناري فيزلز بيتحول بدل ما هو كان مصل فيتحول لفات وبيبدا يكبر فعلا، ويحصل ساعتها اوبليتريشن لليومن زي ما انتم شايفين كده. بس بما ان في دبل بلاد سبلاي جوه اللنج فصعب ان يحصل فيها اوكلوجن، او حتى لو حصل اوكلوجن توتال اوكلوجن تكون على الجزء اللي هو البليك داوت اللي هو الفات الديبوزيشن جوه البلاد فيزل تكون عليه ثرومبس، برضو صعب ان هو يعمل زي ما انتم عارفين الانفاركشن نتيجه للدبل بلاد سبلاي. فاخره ان هو يعمل لو حصل بولموناري اثيروسكلروزس وديفلوبمنت حتى للثرومبس عليها، اخره ان هو يعمل بولموناري هايبرتنشن لانه هيضيق اليومن بتاع البولموناري فيزلز. طيب اخر حاجه كانت فاسكولايتس، اظن دي الاخيره. فاسكولايتس يعني ايه؟ يعني انفلاميشن في الوول بتاع البلاد فيزلز. اوكي؟ وده بيحصل نتيجه لايه؟ في الغالب بيبقى اوتو اميون، يعني ان الاميونيتي بتضرب في حاجه في جسمك. طيب لو انتوا خدتوا في الاميونيتي، انا ما اعرفش خدتوا دلوقتي تو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، اللي هو عباره عن ايه بالظبط؟ ان حاجتين الانتيجين والانتي بودي، ده اللي احنا موجودين جوه الدم ده بلاد فيزل، واللي احنا ماشيين عليها دي السيرفيس، ده السيرفيس بتاع النيوتروفيلز، بتبقى في الفاسكولايتس بالذات اللي بتصيب اللنج، يعني بتصيب البلاد فيزلز اللي هي صغيره. بيحصل ايه بالظبط؟ ان بيبقى فيه زي انتيجنز موجود على السيرفيس بتاع النيوتروفيلز، ماشي، اللي هي معلش الصوره ترجع تاني، اللي هي دول اللي هم الام بي او والبي ار 3، مش مشكله الاسماء خالص، الانكا دول. دول بيبقى فيه الانتي بوديز متكونه ضدهم جوه الجسم، بييجوا يمسكوا فيهم، وبعد كده اول ما يمسكوا فيهم يبداوا كلهم يريليز الكيميكالز اللي هم يزودوا الاتيجنز بلوكرز دول زي السلكتين وزي الانتجرين، وتيجي تتحرك ناحيه الاندوثيليال سيلز وتقف على الوول بتاع البلاد فيزلز، ويبدا يحصل هنا دامجينج وضرب في يعني زي خناقه بين الانتيجين انتي بودي واكتيفيشن للكومبلمنت سيستم والحاجات دي كلها. الضرب ده يحصل فين؟ على الجدار بتاع البلاد فيزلز، وبالتالي البلاد فيزلز هتبدا الجدار بتاعها يبوظ. طيب حلو، ويحصل عليها ثرومبس فورميشن وتضيق وكل حاجه، بس الكلام دوت سيستميك، ده اوتو اميون، ده اميونيتي بتضرب في النيوتروفيلز، ممكن تحصل في اي حته في الجسم، تحصل في اللنج، تحصل في النوز، تحصل في اي مكان. وبالتالي لما تحصل جوه اللنج كمان مش هتحصل في حته معينه، يعني مش هتعمل الانفاركشن في حته معينه، الحته المعينه دي معناها ان البلاد فيزل ده بالذات اللي اتصاب، انما تخيل ان كل البلاد فيزلز اللي موجوده في اللنج اتصابت، وبالتالي البرزنتيشن بتاعها بتبقى حاجه ديفيوز. فده شكل السي تي، اللي هو السي تي ده واخدين زي كات سكشن في اللنج، فزي ما انتم شايفين كده ده الهارت، مكان الهارت اهو والفيزلز، وده ده ظهر العيان، ده اللي هو الفيرتبرال كولوم بتاعه، وده التشست وول من قدام، يعني ده الانتيرير وده البوستيرير، وده الكات سكشن في اللنج. كل اللنج مبطشه اللون الابيض ده، المفروض اللنج تبقى كلير وسودا كده، اللنج مبطشه اللون الابيض ده ليه؟ لان فيها فاسكولايتس، بقى في مشكله في البلاد فيزلز اللي موجوده فيها، بس الموضوع ديفيوز. انما ده الحته دي اهي اللي هي الويدج شيبد موجوده تحت البلورا، يبقى تعرف ان الموضوع ده لوكالايز، فده الفرق. فالفاسكولايتس ما ينفعش ان هي تعمل انفاركشن، الفاسكولايتس هتبقى ديفيوز اول اوفر ذا لنج. طيب arteriosclerosis، ده اللي هو معنى كلمه arteriosclerosis معناها hardening of the artery wall، ماشي. في نوعين من الارتيريو سكليرودس، ارتيريولو سكليرودس، كلمه او اريولو دي يعني سمول ارتريز، ماشي، اند ارتيريولز، معناها ان الديزيز ده مش هيحصل غير في السمول ارتريز والارتيريوز، فبالتالي ده مش ديزيز يحصل في البولمونري سيركيوليشن، يعني اي مكان السبب بتاع ان هو حصل لها هاردنينج، بس الفكره ان هو هيحصل في سمول ارتريز وارتيريولز.
انما الاثيروسكليروزيس ده اللي احنا عرفناه اللي هو هاردنينج عشان الديبوزيشن بتاع الكوليسترول، الديبوزيشن بتاع الفات، ده اللي احنا عمالين نتكلم عليه من الصبح، الاثيروسكليروزيس. اوكي طيب، ده كلمه الاثيروسكليروزيس اللي كانت موجوده في الكيس. الثرومبوزس، هل ممكن تحصل ثرومبس في اللنج؟ وارد تحصل ثرومبس في اللنج، بس مفيش لينك ما بين اللنج ثرومبس وما بين الامبوبيلايزيشن بتاع البيشنت دي. طيب، during hospitalization a 40-year-old woman developed thrombophlebitis. She recovered and is discharged and she returned to her job as an electrician. A couple of months later, the following term would best describe the process seen in a femoral vein after recovery from her thrombophlebitis. بيقول لك ان هي حصل لها recovery، هي اتعالجت واتشفت والدنيا بقت كويسه، وبالتالي احنا بندور على الجود فيت، الفيت الكويس بتاع او جود بروجنوزس بتاع الفينس ثرومبوس، هو ان يحصل اورجنايزيشن. ليه الفيت بتاع الثرومبوس عامه؟ لو ان هو الفيت بقى كويس، ان ممكن يحصل لها لايتس، ان الفايبروليتيك سيستم يحصل لها اكتيفيشن وتدوب الثرومبوس دي، والموضوع يروح خالص لحال سبيل ولا كان في حاجه موجوده، او ان يحصل لها اورجنايزيشن، معناها ان الاندوثيليال سيلز اللي هي المفروض بتعمل لايننج للجدار من جوه يبدا يحصل لها ايه، بروليفريشن جوه الثرومبوس نفسها، وتبدا تعمل زي هولز كده في الثرومبوس عشان الدم يبدا يعدي من الحته دي للحته دي، وبعدين بعد شويه دي كمان هيحصل لها ايه، تدوب وتفتح خالص، فالدنيا تبقى كويسه. ده فيت عظيم جدا للثرومبوس. فان جروث اوف ذا اندوثيليال سيلز والسموث ماسل والفايبروبلاست والفورميشن اوف كابيلاري شانل اند اوفر تايم ماتش اوف ذا كلوت ايفينشوالي ريموفد والفاسكولار ليومن از ريستورد. وده اللي حصل في الكيس دي، ست كويسه وريكفرد وزي الفل وبتتحرك وتشتغل، ما حصلهاش اي حاجه، يبقى اكيد حصل لها اورجانيزيشن. انما الفيت السيء ممكن يحصل ثرومبوفليبايتس، بس ثرومبوفليبايتس ده يعني ايه؟ يعني انفلاميشن اون توب اوف ذا الثرومبس. وزي ما انتم شايفين ان كتير جدا في يعني اوفرلاب ما بين الانفلاماتوري كاسكيد وما بين الكواجوليشن كاسكيد، فممكن ان كونها ان حصل فيها ثرومبس فورميشن ده انيشيت الانفلاماتوري ريسبونس ويحصل ثرومبوفليبايتس، اكيوت انفلاميشن اوفر ثرومبس دي. بس الموضوع بيبقى اكيوت، بيحصل على طول، يعني هي حصل لها دلوقتي ثرومبس وهي في المستشفى، يبقى ساعتها دلوقتي، لان هو في الكيس نفسها كان بيقول عندها ثرومبوفليبايتس، عندها انفلاميشن ان ذس ثرومبس، عشان كده كلمه ثرومبوفليبايتس. ده بيبقى حاجه اكيوت ما تحصلش بعدها بفتره. يعني الامبولايزيشن اللي هو فورميشن اوف ذا ثرومبس، ده الفيت اللي احنا كلنا خلاص بقينا اوير بيه. ذا ثرومبس كان امبولايز ايرلي افتر موبلايزيشن، but in this case months passed والبيشنت كانت كويسه وما حصلش عندها اي pulmonary او lung manifestations، فالكلام ده مش موجود. Propagation معناه ان الثرومبس تكبر في الحجم بتاعها، والثرومبس دايما بتكبر في الحجم بتاعها في الدايركشن بتاع البلاد فلو توورد ذا الهارت، جوه الفين بيحصل الموضوع كده. ليه؟ لان هو ده في الفينس ثرومبس بتتكون مينلي من ار بي سيز، وهم بيحصل لهم ديبوزيشن مع البلاد فلو على حسب ما الفلو ماشيهم، فبيحصل لها بروبوجيشن توورد كده. احنا لو كملنا في الاتجاه ده احنا ماشيين ناحيه القلب، وده طبعا معناه ان الثرومبس بتكبر وده فيت مش كويس، فالمانيفستيشنز هتفضل معاها مش هتبقى كويسه، وده ما حصلش في البيشنت دي. كانت اخر حاجه موجوده ان يحصل رابشر اوف ذا فين، دي حاجه رير جدا لان الفينس بريشر اقل من الارتيريال بريشر بشكل كبير جدا، فان يحصل رابشر ده فيت بتاع ارتري ماشي، بتاع ارتيريال ثرومبس، لانها بتبقى دايما اون توب اوف اثيروسكليروزس، ان الوول بتاع الارتري تحول لفات وبالتالي سهل ان هو يرابشر لان البريشر جوه الارتري كبير. انما في الفين لا، ده ما يحصلش لان الفين البريشر بتاعه قليل. طيب قبل ما ندخل على الكيسز اللي بعد كده هنتكلم بس على types of the shock علشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لنا في الحل بتاع الكيسز. طبعا انتوا عارفين اجابات بس مش مشكلة. the body is not getting enough blood flow، ده معنى الشوك، يعني easy كده ان هو ان ال body مش وصل له blood flow كويس. يا اما ان هي cardiogenic، مشكلة ان الهارت فيه defect فمش عارف يبمب الدم، ده مشكلة في السورس نفسه، فالهارت can't bump، زي مثلا حصل مايكارديال انفاركشن، حته كبيره جدا من عضله القلب ماتت فبالتالي مش عارف يضخ. تاني حاجه هايبوفوليميك، الهارت تمام وكويس، بس الهارت ده هو مش بيجيب الميه من بيته، يعني بيجيب الميه من الجسم، فلو الجسم فقد كميه كبيره جدا من الميه او فقد كميه كبيره جدا من البلد بالتالي مش الهارت بيبمب، بس بيبمب على الفاضي مفيش دم داخله. فالهايبوفوليميك شوك ان هو يحصل لوست لمور ذان 20% 1/5 من البادي فلويد، سواء كان هو فلويدز او سواء كان هو بلاد، اند ذس سيفير فلويد لوس ميك اتس امبوسيبل فور ذا هارت تو بامب ا سفيشنت اماونت اوف بلاد تو ذا
بودي في سيبتك شوك. سيبتك شوك يعني ان اي مكان هو هنا عامل لك السورس بتاع الانفكشن من اللونج، ممكن يبقى في اي حته، ممكن يبقى من الجي اي تي، ممكن يبقى من البرين، ممكن يبقى اي مكان. المهم ان البكتيريا عدت ودخل جوه البلود ستريم وابتدت تو انيشيت الانفلاماتوري ريسبونس جوه البلود ستريم. كان اول خطوه واول ستيب في اي انفلاميشن فازو دايلاتيشن عشان السيتوكاينز اللي بتطلع وتجيب الانفلاماتوري سيلز المكان ده. فتخيلوا ان البكتيريا جوه الدم وان الخناقه بتحصل بين البكتيريا وبين الانفلاماتوري سيلز جوه الدم مع سيتوكاينز رهيبه، سيتوكاينز جش يعني، فيحصل ماسيف فازو دايلاتيشن في كل البلود فيزلز. احنا عايشين مش كل البلود فيزلز بتاعتنا متفتحه على فكره، عندنا الكولاترالز والاناستوموزس والحاجات دي، في حاجات كتيره جدا مقفله بتتفتح لما يحصل اوكلوجن. ربنا خلقها لنا رحمه كده عشان لما يحصل اوكلوجن في حته الاناستوموزس ديت والكولاترالز ديت تفتح عشان تسبلاي الحته دي تحاول تكفر. انما لما يدخل البكتيريا مع السيتوكاينز الكبيره كل حاجه بتفتح، كانك بالظبط عملت بركه، الدم بقى بركه ما بيرجعش تاني للقلب بشكل محترم. فخلاص سلاجج سيركيوليشن، السيركيوليشن بيقف ماشي. فده مشكلته ان بقى فيه sluggage circulation. طيب الانافلاكتيك شوك، وديت احنا المفروض خدناها قبل كده الموديول اللي فات، اللي هو بيحصل ده نتيجه لايه؟ ده انتيجين وانتي بودي رياكشن تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، اللي هو بيطلع الاميوجلوبولين اي ماشي في الوقت في الجزء ده من الهايبر سنسيتيفيتي. الانتيجين مع لما بيقابل البلازما سيلز بيخليها ان هي تطلع اميوجلوبولين اي، والاميوجلوبولين اي بتروح تقف على السيرفيس بتاع الماست سيلز وتبدا تعمل لها دي جرانيوليشن فتطلع هيستامين، والهيستامين ده فازو دايليتور بشكل كبير فكوز ماسيف فازو دايليتيشن، نفس فكره السيبتيك شوك بس الميكانيزم مختلف. النيوروجينيك شوك البلاد فيزلز دول الكنترول بتاعهم كله بسمبثاتيك فايبرز، لو حصل ديفكت كسر العيان ده في السباينال كورد بتاعه فحصل ان السمبثاتيك سبلاي كله بتاع البلاد فيزل تخيل اوتونوميك ديس ريجوليشن، بقى في مشكله في السمبثاتيك سبلاي بتاع البلاد فيزلز. الديس ريجوليشن دوت اند لوس اوف السمبثاتيك تون اند لوس اوف ذا فاسكولار تون، القفله بتاع البلاد فيزلز او ان البلاد فيزلز يفضل بكاليبر معين، ده محتاج نيورال تون، محتاج ان النيرف يبقى له كنترول عليه. لو البلاد فيزل قد النيورال تون دي هيحصل له برضو ماسيف فازو دايلاتيشن، نفس الفكره بتاع السيبتيك شوك ونفس الفكره بتاع الانافلاكتيك شوك بس ميكانيزم مختلف. فتعالوا بقى للكيس دي، بيشنت 3 سنين عندها ريبيتد فوميتنج ودايريا، يعني عندها لوس لكميه كبيره بالتالي عندها اكيد هايبوفوليميك شوك. طيب البيشنت دوت السيرجن اوبزرفد انفيكشن اوف ذا ووند ات ذا سكند داي وشورتلي ذا بيشنت بيكام فيفرش ورابيد ويك بلس لو بلاد بريشر اند سادنلي لوست هيز كونشسنس. معنى كده ان هو كان عنده حاجه بس دخلت بقت سيستميك، كان الموضوع عنده ستيل موجود في الابندكس وكان عنده ابندسايتس وحصل سبريد للبكتيريا وبالتالي حصل ماسيف فازو دايلاتيشن للبلاد فيزلز، فبالتالي اتهبد البلاد بريشر في الارض، عمل ريفلكس بيحاول البلاد بيحاول الهارت يكمبنسيت يعمل تاكي كارديا عشان يزود البلسيشن بتاعه البامبنج بتاعه، ما فيش فايده في فازو دايلاتيشن في السيركيوليشن فخلاص ما فيش دم واصل البرين سادلي لوست كونشسنس، يبقى دي اكيد سيبتيك شوك. وسيبتيك شوك هي الوحيده فيهم اللي بيبقى معاها فيفر عشان في بكتيريا في الجسم عشان السيتوكاينز دي كلها بترفع البلاد بريشر، انما الباقيين في الغالب بيبقى معاها ايه هايبوثيرميا كمان لان كميه الفلويد اللي واصله للاكستريميتيز بيبقى قليل، لكن السيبتيك شوك هي اللي فيها فيفر. A 70-year-old man presented with a sudden onset of left side weakness, spasticity and hyperactive and pathological reflex due to brain infarction. هو عنده brain infarction وكل اللي فات ده manifestations للbrain infarction. The most serious consequences of this disorder are the result of damage to which of the following cell type. طبعا أكيد عارفينها، هو البيرمننت سيلز، الهيماتوبويتيك ده هو الأوريجين أو الستيم سيلز بتوع البلد، والليبايل سيلز دول أكتيف مولتبلاينج سيلز زي السكن زي البلد سيلز، نيوبلاستيك سيلز دول تيومر سيلز، والبيرمننت سيلز اللي هم السيلز اللي ما عندهمش قدرة تو ريجنريت ديورينج لايف طبعا زي البرين تيشو زي الكاردياك ماسل، والستيبل سيلز اللي هم مولتبلاي اونلي وين نيدد لما تبقى محتاجهم، إنما في الطبيعي كده هم قاعدين نايمين and under optimal condition، ولازم الكونديشن تبقى نظيفه وحلوه عشان هم يعرفوا يشتغلوا زي الليفر سيلز. تمام، ده الريفرنس يا شباب. بلاك ماجيك كان في ستات وكتير على فكره مش قليلين يعني، بتفتح الاوفري بتاعهم، الاوفري اللي هو المبيض جزء من الفيميل جينيتال تراكت يعني، وتلاقي فيه هير شعر وتلاقي فيه عظم وتلاقي فيه جزء من الجلد وحاجات تانية،
ودايما كان التفسير بتاع ده ان الستات دول معمل لهم بلاك ماجيك، ده سحر اسود، وهو ده اللي بيخلي عندهم عظم وعندهم شعر في الاوفري بتاعهم. انما في راي تاني بيقول ان الهير والفينجر نيلز والتيف اللي found in young woman's ovary is not a black magic. ده بقى black magic ولا مش black magic؟ قدام السؤال مش عايزة إجابة عليه، ده احنا هنكمله إن شاء الله الموديول اللي جاي.